السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة ثقافة ومعلومة في كل مكان. قررت وزارة الأوقاف غلق جميع الأضرحة خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، مع التأكيد على فتح جميع المساجد في أوقات الصلاة، على أن تتوالى الإدارات الهندسية بعمل الصيانة اللازمة لهذه الأضرحة خلال تلك الفترة. وقالت الوزارة أن هذا القرار اتخذ بالتنسيق والتشاور مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ونظرا لكثرة المترددين على زيارة الأضرحة وبخاصة في المساجد الكبرى، ولا سيما أن كثيرين مما يترددون عليها يأتون من محافظات ومناطق مختلفة. وأوضحت الأوقاف أن هذا القرار يأتي في إطار حرص المؤسسات الدينية بمصر على الصالح العام، وتوجيه وزارة الأوقاف بقصر عمل المساجد على الصلاة وخطبة الجمعة فقط، ومنع أي تجمعات غير ضرورية بالمساجد وملحقاتها ودور المناسبات التابعة لها. إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل وأرق تحياتي وتحيات أسر الثقافة ومعلومة.